شو حالك مصدومة؟ شو اللي جايبتك لهون؟ عادي. شوب هون. شوب؟ ايه. طيب ليش انت ما عرفته؟ لا طبعا يعني شو جايبتيني بدي اعرف؟ لانه رح نقضي يوم كامل هوني. هوني؟ ايه. عنجد؟ ايه. لا. شو لا؟ حرب. ما لي دخل. رح تقضي معايا يوم كامل هون عادي، بدك تتحملي. طبعا انا ما قلت لك انك انت لما تقضي هون يوم كامل الجائزه رح تكون 150 ريال. لا ما بتكفي. ليش ما بتكفي؟ مو هيك. شو مو هيك؟ ما بتكفي. بدك اكثر؟ ايه. اصلا انا بتحداك انت جلسي هون اوكي واستحملي وقلك مني اللي بدك اياه. بدي منك تشترين على البقالة حتى لو امبارح احنا، انا بدي من بقالة. اوكي اتفقنا. مع هاي. اوكي اتفقنا. يلا سلمي على السكرات. وهاي سكرنا حلوين. ورجعت لكم فيديو جديد، فيديو لليوم يوم كامل فوق السرير بالحار بدون مكيف. اللي هو ليش بدون مكيف؟ عشان المكيف خربان. ما بيخرب الا بالصيف سبحان الله. ولاحظوا بدك اياه يعني يخرب بالشتي، ليش بالشتي احنا بنشغله وما في مرتبة السرير؟ عشان نقلت انا عند ماما مو نقلني انا. يلا تفضلي اجلسي. ايه لا مو انك تنامي تجلسي، ممنوع تنزلي، ممنوع اي شيء. شو بدك تسوي؟ يلا شو بدك تسوي فعاليات؟ هاتي لشوف. اه عندك هوني شوكولاتة. انا كنت ناوية ما اجيب لك اشي. ها اوكي هاي الهدية صبر على اليوم. يا ايه طبعا هاي الهدية من صديقتي يوم راحت عند روز عندها من يومين. هاي من جدة صديقتي وفاء. هاتي اوريها. شوفي سكرات. واو يا روز كتير كتير حلوة. لحظة ليش مو باينة؟ ايوه هاي من ام وفاء. يا سلام والله شيء حلو، ليش مو باينة؟ اوكي وهاي قال عطتني اسمها سوا ولهلا ما اخذتها. نسيت يا اخي. نسيت كثير حلوين يعطيني العافية. هاتي لنشوف شو بدك تسوي لنا فعالية عندك، يا اما تسوي خرز يا اما شو؟ فرقعات. تلعب فيها بالعيد عشان هداك العيد نزلت امطار وما قدرت. خلاص هذا العيد من فرقعان. ايه انا فرقعان بس أوكي. بابا بس لا بحيث عشان انا بدي اروح مع بابا صلاة العيد. والله؟ عشان التوزيعات وهيك. زي كمان انا اسوي التوزيعات اوكي؟ ان شاء الله. ما إلى غيره يعني. صلصال. فعالياتك بريال. أوه روز شوب كتير. أنا رايحة شوي هيك على الصالة. صحيح. شو الغدا اليوم؟ شو بدك تتغدى؟ تتغدين. أنت شو جا على بالك؟ ما بعرف. يلا رايحة أشوف وأجيب لك أوكي؟ بس ما بتغشي وما بتنزلي أوكي؟ أوكي. يلا. طبعاً روز لك شو جبت لك؟ أحلى غدا. تفضلي. ايه هذا هو غداك. لا ما لنا دخل. ماما راح اكله. لا ما لنا دخل. روز بدك تكوني قد التحدي. اللي كان والله تخيلي اجيب لك غدا محترم وتاكلي. روز يا اكل من برا يا لا 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 لا, لا حبيبتي انا بدي اياك، انا بدي اياك تملي وتطفشي. خلاص كان ما راح اكله عادي. خلاص ها هيدي هون غداك، بس بدك تاكلي بتاكلي عادي. خلاص ليك فينك تقومي من السرير وتطلعي برا وبروح بغديكي. ايه بس بتخسري. يلا بتخسري ال 150 وبتخسري البقالة. عادي اكلت لعبة اندومي. والله روز نصيحة مني لإلك. عادي بطلب بس اطلع بفلوسي. والله اللي بتربحي يان. اوكي بدنا نشوف خليكي. احلى اشي لقيت شيء اعمل شو هو؟ اعمل شيء فيه. اه الصلصال؟ ايه سويت سويت علمك. روز ما سوينا التحكم. قولي لنفسك لازم تتحكمي فيني. انا شايفه انا اللي عم بتحكم فيك.
يوم الجمعة اتعود علينا ان احنا كل جمعة بنسوي الفيديو التحدي. خلاص يوم الجمعة رح سوي فيديو التحدي اوكي للتحكم فيني اوكي. وراح ينزلكم يوم السبت ان شاء الله اول ايام لا بيكون يوم عرفة. يوم عرفة خلص صح. رح تصوموا يوم عرفة يا سكرات. جهزتوا دعواتكم هيك كيف استعداداتكم لهذا أنا اليوم متحمسة. حتى انا كتير. انا فكرت مش اسمه انا فكرت هداك الجمعة يوم عرفة. لا لسه للسبت لا ممنوع تنزله اوكي خلاص بدون والله جابتها والله جابتها. تعال شوف شو لعبة ثانية. هاتي لنشوف شو لسه عندك العاب. يلا طلعي كتير. طلعي نشوف شو في خبايا بهالدرج. اتمنى تحطي جوا عشان ما يوا. ايه هذا هي هات افتحيه ورينا ما شفناها. الفراشة لا صبر هي هناك هديتها. لا ما في تروحي خليكي زيادة كاتشب. بدي اجرب اكل ان انا باللي جوا اللي جبنا اشتهي. وين عندك؟ لا يعني شو عندي شو انا مسوية؟ انه اجيب لك. اي طبعا. اروح على المول. اجازة بدي اكل ماما قالت انا بالنظام ولما نظمته قالت لي لا انا ما. روز استني ايه شوي وراح ارجع لك ايه؟ وين استنى. الله الهوى لاني انا كثير شوبت كثير شوبت. اعطيني شوفوا يا سكرات هيدي طالبينا من شيئين قطعتي هوا والله العظيم يعني هوا بارد. الله اعطيني اعلمك كيف تنوري. لا 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 شكرا ما بدي. الله مو حلوه. يلا يا سكرات انتم اكيد كمان شوبتوا. يلا يلا تهوى تهوى تهوى. الله يا سلام كيف بدها تضوي. أعطيني ما رح تقلق. عادي ما بدي. غدا ضغط مطولة. واو شوفوا كيف بتطلع ضو. كتير حلوة كتير. إذا طلعوا عندكم طلبية من شيء أنا اطلبوها ترى كتير حلوة بتنفع للمدارس بتنفع إذا أعتقد ممنوعة ممنوعة. الله 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 الهوى تهوى تهوى يا سكرات تهوى أهويك. شفتي شعر راس كيف؟ بتهوي مع احلاها. طيب اعتقد السكرات صاروا لانهم سكر. اي والله هني احلى سكر بالدنيا كلياتها. طبعا انا كثير طفشت معك يا روز كثير كثير مو شوي فجبت سناك لإلي علشان اتسلى هيك فيه. فكرت لإلي؟ لا طبعا مو لإلك. وانا طبعا ما بقدر اجلس عندك هون لانه هيدي ما فيها ست هيك راحة. ايوه فانا هون راح اكل السناك اعواد البطاطس هيدا العشاء اللي الي. مين بحبه منكم؟ انا بحبه والله انك نصابي. طيب وهيدي احسن هي انا جبتها. ها هذا هو انك انت جبتيها فاذا انت بتحبيها. انا اكلت من اليوم والله عادي. المهم اني انا هلا كثير طفشانه تعالوا ناكل انا وياكم يا سكرات. الله عشان هذا تبعك بالعافيه يعني. الله الله لا انا عن جد يا سكرات ما تغديت شيء عن جد. ايه والله العظيم ترى ما تغديت والله ما تغديت. غيمت اندوم. ايه روز شو بتخبرينا؟ روز؟ يا سلام والله لذيذ يا روز لذيذ. لا اذا بدك تيجي انت لعندي وخلص بتخسر التحدي. هذا تحدي من تحدياتك. من تحدياتك حطي الشيبس هوني واتحدى اني اجيبه. لا هوني لا هيك مو حلو الفيديو بدون تحديات. لا والله سكرت هيك بمله ويطلع. والله طيب يلا وين احطه؟ هاني بالنص. هاني شايف النقطه السوداء؟ لا خلص يلا ها حطيت هيك يا هون. يلا انت جيبي. يلا تفضلي. عادي اللي تلمس الارض صح؟ انا عادي.
والله انت جد، والله ما توقعت. اوكي ربحت بالتحدي مو مشكلة، بس بدنا اصلا سندويشة. هذا بحبه عشان منيح طعمه واضح، بس ماما بتعرفه هذا فينا نصنعه بالبيت. والله شو رايك نسوي؟ هلا مرة جد تعرفي عنا المبشرة اللي بتبشرهم هيك للبطاطا؟ ما طفشتي؟ لا انت عندك كمية قليلة، انا عندي كل هذا. ما مليتي؟ خلص يلا فينك تنسحبي. والله فينك انا عندي فكرة، حطي لي الفلوس. لا 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 معليش، شو مفكرتيني؟ شوفة سويت كعك العيد، طعم السكر حرام جاعوا معانا. جاعوا معاك؟ يلا طعمية. انت المفروض انت بالسناب انك حتسوي معايا، بس يلا انا. يامي لذيذة لذيذة. ما تفتحش باك بليز. لا 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 ما في. انت منك حراني؟ لا انا عادي. فينك تقومي؟ فينك تنزلي خلص وتروحي للبرودة؟ ممكن شغال في الصالة صح؟ يلا فينك تروحي. واحد يلا وعادي ترى اذا خسرت. ليش اقوم معي كل هذول؟ عادي ترى لو خسرت 150 ترى عادي يا رجل. لا اهم شيء راحتي. لكن اهم شيء راحتي وانك هيك تروحي هواء طلق بارد. جيبي لي شو؟ مخدت راز. اوكي راز انا رايحه شوي وراجعيكي. لا مو ما طوله، ما راح طول، استني رايحه وراجعه. ما تذكر الباب لاني حموت من الحق. طيب بما انك انت مو رضياني تطلع ورحنا طولنا كثير، فانا هلا شوفي شو راح اسوي معك. هلا انا هوني في اشي، اوكي؟ يا انك بتختاري هيدا اللي هوني وتطلعي لبرا، او ما تختاري وتضلي هوني وتكملي التحدي. طبعا ممكن يكون هوني 150، ما بتعرفي. اوكي القرار لك انك تختاري. لا ما في روز، انك تختاري اللي هوني ما بدي وتطلعي. عادي اختار. طيب يلا اسمعيني، بتختاري وبتطلعي وخلاص. شو ما طلع لك هوني هيدي هي هديتك. استني استني استني. اوكي وبتطلع وخلاص. انا ما بعرف هوني، ممكن هوني فيها 150، ممكن فيها اشي احسن من ال 150. عندي اكثر. طب استني بعطيكي انا الخيارات. اوكي وخلاص يعني، واذا طلع لك اشي مو حلو يعني انت خسرت التحدي وانا اللي فزت. اوكي سمي خليني اكل حبه هي. يلا وفكري. ايه شو؟ لسه بدي افتحها. خلاص رح تختاري هاي. لحظة لحظة امسكي الصحن حطيه هوني وعدي. جلسي هوني. ايوه خلاص لحظة، هلا انت اخترتي الصحن. ايه يعني خلاص ورح تطلعي لبرا. شو ما كان فيها. ممكن فيها 150، ممكن فيها 500، ممكن يكون فيها اشي مو حلو. لا فيها اشي. اوكي بس خلاص اذا اخذتي هوني انت هوني خلاص. افتحها؟ خلاص. افتحها؟ خسرت التحدي هوني. انا راح اطلق سراحك على السرير وتطلعي. افتحي افتحي وريها السكرات. وخسرت راس التحدي. يس 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 يس. انا اللي كسبت ال 150 ريال. انت خسرت التحدي. بدك تخسريني؟ بدك تخسريني روز؟ عادي بدك تحكم انت. شو بدك تعملين؟ شو؟ اخيرا رايحة انا على هاي وبس هيك الفيديو. انا بتمسكوا الفيديو على الانستغرام اكتبوا لي بالتعليقات. والله انت صار لازم تنتقمي مني صح؟ اعطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتابعوا عشان تصدقوا كل شيء جديد. محتوى تحت الوصف. شو بتسوي؟ شو راح تسوي بالايجابي؟ اكتبوا لنا بالتعليقات.